الحقيقة كلنا أمل في تجدد هذه الهدنة، ويعني الحقيقة أنه عندنا حالة من الاصطفاف الشعبي، حالة عظيمة الحقيقة، ويمكن بتبان أكتر في أوقات الأزمات على المستوى الشعبي والناس في الشارع حدثها كل واحد، ودي حاجة الحقيقة تفرح أنه نبقى حاسين بالتحديات اللي احنا بنقابلها مهما كانت ظروفنا صعبة، لكن تحدي الأمن القومي بالنسبة لنا باين حتى لرجل الشارع، وحالة الاصطفاف اللي حاصلة خلف السيد رئيس عبد الفتاح السيسي حالة واضحة منذ بداية الحرب الغاشمة على أهالينا في غزة، ويمكن ده امتد لقيادات الأحزاب، وكل قيادات الأحزاب بتثمن رسائل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفعالية أمس، فعالية دعم فلسطين، وده الحقيقة كان لسان حال الناس جميعا، كل الناس متضامنة مع القيادة السياسية ومع مواقف القيادة السياسية المشرفة الحقيقة والواضحة والمؤثرة في المشهد في غزة، ويمكن يعني بنشوف مع حضراتكم إشادات العالم كله ورؤساء العالم اللي بتوجه دائما بالإشادة لمصر وبالدور المصري والدبلوماسية المصرية، وخصوصا اليوم عقب الهدنة الحديث، يعني شفنا الرئيس الأمريكي هو بيشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيشكر القاهرة ومصر على دورها في الوصول لهدنة إنسانية في قطاع غزة. خلينا دلوقتي ناخد على التليفون أستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. مساء الخير على حضرتك. عفوا، ناخد على التليفون أستاذ عصام هلال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن. مساء الخير على حضرتك. ويمكن فعالية أمس وحالة الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية لدعم أهالينا في فلسطين موقف واضح الحقيقة ولسان حال الجميع في الشارع المصري. مساء الخير عليك يا فندم، مساء الخير على مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. خلينا نقول إن الاحتفالية أمس في استاد القاهرة، أو خلينا نقول منذ بداية الأزمة وموقف الرسمي والشعبي والسياسي للدولة المصرية موقف واحد. وخلينا نقول في الحتة دي تحديدا، ويمكن دي من النوادر اللي بتحصل، إن الموقف بروره السيد الرئيس بقوة وبشجاعة وبوضوح منذ الوهلة الأولى، منذ أحداث 7 أكتوبر. صحيح. وجاء بعده الرأي العام، على فكرة يعني هو الموقف الرسمي وموقف القيادة السياسية لم يجئ نتاج ضغوط راي عام قبل ما، بالعكس الراي العام يمكن هو اللي جه بعد موقف السيد الرئيس، موقف الدوله المصريه في موقف شجاع منذ اللحظه الاولى، انطلقت اللاءات الواضحه والمعلومه للجميع من القياده السياسيه، لا لانهاء القضيه الفلسطينيه، لا تهجير الفلسطينيين، لا لمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، واللاءات كلها معلومه ومن اللحظه الاولى. ويمكن قوة الموقف المصري، ويمكن شفنا وشاهدنا جميعا يوم أن وقفت القيادة السياسية ضد أو السماح بعبور أي أفراد، ليس موقفا غير أخلاق، ولكن موقف إن لا نكيل بمكيالين. صحيح. ستعبر المواطنين الأجانب مقابل تقديم المساعدات وعبور المساعدات، وده اللي تم إلى أهالينا فلسطين، وده اللي تم فعلا. وخلينا اقول لحضرتك النهارده زياره رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء اسبانيا واشاده الرئيس الامريكي بالدور المصري، ده كان نتاج موقف شجاع للرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه اتبلورت بعده. خلينا نرجع، عشان بس احنا في بعض الاحيان كده بنتناسى المواقف، خلينا نرجع للموقف الدولي. الموقف الدولي كان موقف حاد جدا، منحاز بطريقه غير مقبوله تجاه القضيه مع الجانب الاسرائيلي. يمكن احنا حصلت حلحله في هذا الموقف، بدا يتبلور موقف جديد. يمكن احنا النهارده شفنا السيد الرئيس ولاول مره تاكيده على ان لابد بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه، شفنا النهارده في لقائه مع رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء اسبانيا ان ضروره الاعتراف بالدوله الفلسطينيه والاعتراف بها من الامم المتحده، ده كانت من ضمن رسائل مهمه جدا اللي خرجت النهارده من الاجتماعات، ودي برضو يمكن رب ضارة نافعة. يمكن احنا بقالنا فترة كبيرة جدا كانت القضية الفلسطينية دخلت في زي ما بيقولوا كده هامش الاهتمام، وما كانش فيها اهتمام خالص. يمكن ما حدث اخيرا بدأ يطفو بالقضية على السطح، وبدأ يمكن احنا شايفين الموقف المصري، ويمكن ده موقف يمكن يعني خليني نقول امام مواقف متخاذلة كثيرة من كثير من الدول وكثير من الحكام،
شايفين الموقف المصري بقى اذا كان من قمه القياده السياسيه ورئيس والرئيس عبد الفتاح السيسي او الشعبي او السياسي. صحيح. شفنا موقف الجماهير المصريه امبارح في استاد القاهره بصرف النظر حتى عن التوجهات السياسيه بتاعتها. احنا في حزب المجتمع الوطني شفنا جماهيرنا وتنظيمنا الحزبي قد ايه كانوا موجودين في الاستاد وموجودين في الشارع، ويمكن هذا الموقف ليس بجديد، يمكن منذ بدايه الوهله الاولى انعقد مجلس الشيوخ في جلسه طوعيه، تلاهم مجلس النواب في مجلس في جلسه طوعيه، تلاهم مجرد ان السيد الرئيس المح مع المستشار الالماني انه لو بس يتكلم الى الشعب في انه يخرج الى الميادين رافضا لسياسات الاستيطان الاسرائيلي وسياسات التي تنتهك في الاراضي الفلسطينيه. بعدها مباشرة شفنا جماهير الشعب المصري كلها في الشوارع وفي الميادين مؤيدة للموقف السياسي داعمة للموقف السياسي. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.